প্রথম তকবীর দিয়ে সালাত শুরু হবে, তারপরে সানা পড়ে পড়বেন সবাই, এরপরে পরপর সাত তকবীর হবে, দ্বিতীয় রাকাতে উঠে পাঁচ তকবীর হবে, এরপরে কেরাত হবে। আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ, আসুন পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি। প্রথম তকবীর দিয়ে সালাত শুরু হবে, তারপরে সানা পড়ে পড়বেন সবাই, এরপরে পরপর সাত তকবীর হবে, এরপরে কেরাত হবে, দ্বিতীয় রাকাতে উঠে পাঁচ তকবীর হবে, এরপরে কেরাত হবে। আল্লাহু আকবার, 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 আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أتعبدون ما تنحتون الله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم আল্লাহু আকবার।
سمع الله لمن حمده الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وأنزلنا فيها رواسي وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
আল্লাহু আকবার। আল্লাহ السلام عليكم ورحمة الله.